شارل دي جول، الحرب والاقتصاد. الزعيم الفرنسي شارل دي جول هو الأهم منذ نابليون بونابرت، هو تاني أهم زعيم في تاريخ فرنسا الحديث والمعاصر. شارل دي جول درس مهم جدا للأوطان لما تكون في لحظة صعبة. لما تم احتلال فرنسا، تخيل بقى فرنسا اللي بتحتل دول كتيرة تيجي ألمانيا تحتلها، يعني احتلال دولة محتلة. ده اللي حصل، ان قدر هتلر يحتل فرنسا، ياخد باريس، يعين حكومة عميلة تكون تابعة للنازيين الألمان، وبالتالي كانت إهانة كبيرة جدا لفرنسا وللشعب الفرنسي وللحضارة الفرنسية. شارل دي جول نموذج للبطل اللي بالنسبة لبلاده اللي قدر يصمد رغم كل وسائل الإحباط ورغم المشهد الفظيع جدا باحتلال الألمان للعاصمة الفرنسية باريس. شارل دي جول وجه النداء التاريخي في إذاعة بريطانيا بي بي سي، وقال هناك إنها معركة ولكن لم نخسر الحرب. يبقى الجملة الشهيرة جدا دي، وهي جملة ذهبية، لقد خسرنا معركة ولم نخسر الحرب، هي جملة شارل دي جول اللي قالها في البي بي سي لما ألمانيا احتلت فرنسا. شارل دي جول أيضا قال لهم دي حرب عالمية ولسه ممتدة، والمقاومة الفرنسية هتكمل ضد الألمان. نجح شارل دي جول ونجحت فرنسا تتحرر من الاستعمار الألماني لفرنسا. بعد كده قدر يعمل نهضة اقتصادية كبيرة جدا، قدر يعمل إصلاح زراعي كبير، ثورة صناعية، قدر يمنع حرب أهلية. كان ممكن يبقى حرر فرنسا من الألمان وبعد كده حرب أهلية في فرنسا، منع حرب أهلية في فرنسا. كان ممكن أمريكا تحتل فرنسا بعد تحرر فرنسا من الاستعمار الألماني، يبقى استعمار ألماني وبين أمريكا بتحرر فرنسا، يبقى استعمار أمريكي لفرنسا، إنما قدر يمنع استعمار أمريكا لبلاده. بالعكس خد موقف ضد أمريكا بعد كده، سواء في فيتنام هاجم أمريكا، علاقته بالصين رغم موقف أمريكا ضد الصين هو اعترف بالصين وتعامل مع الصين وخد سياسة مستقلة، وأدرك أن القنبلة النووية هي الموضوع وأن أمريكا بالسلاح النووي هترقع دول كتيرة جدا، فقرر أن تبقى فرنسا دولة نووية ونجح يخلي فرنسا دولة نووية. إذن شارل دي جول بالنسبة لشعبه وبلاده من الأبطال الكبار في تاريخ فرنسا. شارل دي جول هو تاني اسم مهم في تاريخ فرنسا بعد نابليون بونابرت، قدر يخوض حرب بدت يائسة ضد الألمان ونجح، وقدر يمنع حرب أهلية بدت وشيكة بعد تحرير فرنسا، وقدر يمنع احتلال أمريكي بات قريبا بعد الحرب العالمية الثانية. فمنع حرب أهلية، منع احتلال أمريكا، وأنهى احتلال ألمانيا، ونجح أنه يعمل اقتصاد كبير ويصنع القنبلة النووية الفرنسية. شارل دي جول بالنسبة لبلاده منذ أطلق النداء الشهير لقد خسرنا المعركة ولم نخسر الحرب، أحد الأشخاص الكبار في تاريخ فرنسا.